أنا تأخرت كثير على الشغل، نط في البيت بعد ما أروح. ماشي. أعطي موعد لزبونة بكير وتأخرت عليها. صار لي أسبوع عم بستنى ولسه ما حكوا شي مشان التصوير. والله ما بعرف، بس أنا كمان بلشت أقلق من هالتأخير هاد. أنا حاسة إنه صاير شي من ورا ظهري وما عم يخبروني. معقول يعملوها؟ دقيت كتير لبدر بيك بس هو ما تنازل يرد على تليفونه. عم فكر أحمل حالي وروح على الوكالة. فكرة كتير منيحة. بدي روح شوف شو هالعطل الفني اللي ما كان يتصلح. بس اوعك تروحي بتياب مبهدلة، تتمكيجي منيح وبتشوفي شو أحلى شي عندك وبتلبسي. حاضر. جميلة؟ كنت رحت معك لو ما كان عندي شغل ضروري على الصبح. مو ضروري تروحي، بس دغري بتتصلي فيني مشان ما أكل همك. ماشي أمي. انتبهي على حالك ولا تتأخري. إن شاء الله ترجعي لنا بأخبار حلوة معك يا حبيبتي. أنا صار لازم روح. الله معك، مع السلامة. يلا تفضلوا. ربحنا 3 شهور على الأقل. ما كنت متوقع أنه نقدر عليهم. كل الفضل للفريق تبعنا. يلا لكان بخاطركم. مع السلامة جان. منشوفك. باي. برافو مؤيد، والله اليوم أدهشتني بأفكارك. شكرا عطبيك. قالوا لي نتائجك منيحة. ماشي حالة. أنا عم تابعك وحتى طلبت يجيبولي متوسط علاماتك. واضح أنك رح تتخرج بدرجة ممتاز. منقول إن شاء الله. بالأيام الأخيرة حسيت بانا كتير مبسوطة، وهالشي كتير مهم بالنسبة لي. تفضل. أركان تعال ساعدني شوي. بكل لي اياها منيح. يعني ضروري انت تلبسه؟ كل كار وله لبسه الخاص فيه، والله الشغل هيك بيتطلب. والله طالع منظرك بيضحك. انت لازم تشوف هدول، بتحداك اذا بتلاقي مثلهم عند اي بنت. تفضلوا صبايا، تعالوا شوفوا احلى بضاعه بالسوق. عندنا كل الموديلات والالوان والقياسات. تفضلي اختي، الاستفتاح منك والبركه من عند الله. في عندنا احلى ثياب داخليه هون واحلى شناتي على البسطه الثانيه. شوف شو هالشناتي، ماركات اصليه ونحن عم نبيعهم بربع سعر المحلات. خلصني. تفضلوا. شوفي هالموديل، بالله إذا بتفتلي السوق كله مستحيل تلاقي مثلها. ليكي نوعيتها منيحة ومكفولة، والله بتخسري إذا ما بتاخديها. شو سعرها هاي؟ دقيقة، هاي جهة كلياتها ب500 ومن كارمكم. لا تستغربي، عم بعطيكي ماركة، روحي شوفي بعينك سعرها بالمحلات. رح أشوف شو في بالسوق وبنرجع لعندك. لك طولوا بالكم يا صبايا، لوين رايحين؟ شوفي الموديل الثاني قبل ما تروحي. لك ما بتعرف تحكي لك شي كلمة يا زلمة؟ ليش طيرت الزبائن؟ أنا طيرتهم؟ ليش ما حكيت؟ شوف، البياع بده يكون وشه بشوش ولسانه حلو، مو واقف هيك مثل اللوح، لازم تاخذ وتعطي مع الزبون. تفضلوا يا شباب، تفضلوا، أحلى شنتات بالسوق بتلاقوها عنا، أفضل الماركات وأحلى الموديلات وأرخص الأسعار عنا. صباح الخير. أهلين، تفضلوا. مين صاحب هاي البسطة؟ أنا. شوفي، في شكوى بحقك، بدك تروح معنا على المخفر. شوفي يا أخي. يلا ضبوهم. قولوا بالكم شو عامل. لحظة بس يا أخي، بس فيك تفهمني أنا شو عامل بالضبط؟ أنا محامي الشركة اللي أنتم مزورين ماركتها. في إجراءات قانونية بحقكم لأنكم عم تبيعوا ماركات مزورة. شو مزورين ما مزورين؟ نحن ما بنعرف، اشتريناهم على أساس أصليين. لحظة شوي. قلتلك تريك. دقيقة. اتركني شوي. شوفوا شغلهم لو انا رايح معك. طول بالك. خلصنا بقى. يلا امشي. عم بقول لك بروح لحالي، ليش عم تدفشني هيك؟ يا اخي والله اللي صار مو ذنبنا. يا اخي خلص، ليش رح تخربوا بيتنا؟ اركان علي، اركان دير بالك على البسطه. فهمنا بقى، امشي معنا وبالعافيه. خلاص
خلاص هي ما اسمعك يا اخي لانه شو بيعرفنا انه البضاعه مزوره ليش ما بحاسب الزلمه اللي بعنا اياها مرحبا مرحبا لا اتصلتوا ولا رديتوا لي خبر قلت لحالي بيجي بشوف شو صار لما يجينا خبر من الإدارة دغري نتصل فيكي ايه حبيبتي بس أنا مليت من الانتظار بدي أعرف شو اللي صار معكم يا ريتك اتصلتي قبل ما تجي لهون لأنه اليوم الكل برا وما في حدا بالوكالة مسعود بيك ما له موجود مو هون وصل له خبر إنك مرقتي يا أنسة وقفي ممنوع تفوتي في تصوير جوا حبيبي قبل ما راح عمل لي تاج من الورد البري وقت اللي لبسني اياه بايده كنت عم بسمع دقات قلبه كان عم ينبض بسرعه وقوه كبيره ستوب جميله لا تؤاخذيني انا ما لي علاقه ابدا الشركه هيك بدها هذا الامر جاي من الاداره كان لازم هنن يخبروكي لسه ما خلصنا رح يعرضونا على القاضي إيم بلا أخذوا إفاداتنا أنا ومهند ماشي بس أنت دير بالك منيح على الشغل شو بعمل؟ بدك أترك رفيقي بهالورطة؟ ولا يهمك بيجي بعد شوي ومنشوف خاطرك شو هالحظ يلي علينا؟ لك من أول يوم تصادرت البضاعة كلها فيه أنا بعرف حظي نحس ما كان لازم اشتغل الشغلة كل الناس عم يشتغلوا بنفس الشغلة وما حدا صادر لهم البضاعة بنوب لو كانوا المصاري لي مو مشكلة بس هدول المصاري لمؤيد ولك هيك بتعملوا فيه انت وياه؟ مو عيب عليكم؟ ليش خبرتون عني؟ أنا ما حكيت شي ولا أنا كمان انتوا خربتوا بيتي بعملتكن أول بالا أنا مالي علاقة وما حكيت ولا كلمة عنك يا إسماعيل أنا ومهند ما جبنا سيرتك انتوا مسكوكن بس أنا شو دخلني حتى تجروني لهون؟ حبيبي عم نقول لك ما حدا منا جاب سيرتك اذا مو مصدق اروح اسالهم رح يدفعوني اللي فوقي واللي تحتي ويسكروا لي الورشه وانا بدي ادفع غرامه غير المصاري اللي راحت علي وكل شيء كان معي دين فانا بقعد اوجع لي راسي الله يرضى عليك لك انا صار لي 17 سنه بهالمصلحه ما في زبون انمسك وجاب سيرتي خلص تمام نلع من هون روح على ايه ماشي نتواجه خلص اسرع انا بورجيك انت يطلع بيدك يطلع برجلك هدي حالك شوي انا شو دخلني بالورشه تبعه تركنا منه هلأ خلينا نفكر شو بدنا نساوي كيف رح ندفع على الغرامة علي أنا هلأ ما عم فكر بالغرامة اللي بيهمني كيف بدي رجع له مصرياته لمؤيد وبس فيك تقول له شو صار معك بالتفصيل أكيد بيتفهم وضعك علي خلص روح ارجع على البسطة تبعك وتركني حابب ضل وحدي شوفك استنى لوين بدك تروح علي عم بقول لك روح على شغلك وبعدين بنحكي خلص سكر لي على هالموضوع مو شايف حالتك علي قلت لك تركني هلا وروح شو ما فهمت يلا بخاطرك يا الله شو هالحزن اللي عليه من اول يوم صار هيك